ورجعنا مع الديو الثاني اللي نبر بكري على الديو الاول اللي نبروا برشا على نسيم ومروه. قالوا اللي هما يعرفوا يطيبوا مش نورمال. مش هكا التقديم شاف، قولوا عسلامة مرحبا بكم، ننتقلوا من الهواة الى البروفيسيونيل. اسمع ما تقول بروفيسيونيل كان من بعد كي نشوفوا خوش. ليه ودي من بعد؟ يزي ولدي تطلع لي. عبرة بالنتيجة. ضحكت اللي ما عادش. احنا باش نشوفوا، مازالت عندنا غسيت بركة اللي هي غسيت سالي مالحة، أما قبل ما نشوفوا الغسيت حبيت نتعرف عليكم أكثر. أنتم ما عارفين قداش عندكم؟ 4 ans والبارح. البارح عيد ميلاد. وعيد ميلاد ارسنا، مناسبه عيد ميلاد ارسنا. احنا تعرفنا في كوجينا كيما هكا في ايميسيون. سبحان الله بعد اربع سنين رجعتوا الكوجينا. كيفاش نيرف؟ كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ انا طيب في الكوجينا مع تيسير القصوري، نوجه له تحيه. تحيه. ونورهان طلعت مش طيبه معي، تعاون امي وصارت ترطا في الكوت فودر. شكون اللي امي قالت لك خذها ولا انت حبيتي؟ امي حاضره معايا، قلت لها قالت لك هذه هي. ربي يخليكم لبعض. تبارك الله عليها، تعرف طيب كل شيء، فرحت بها. نهارتها ما نعرفش حماتك سيئة، ما خديت كونفيرماسيون معاه. هو علمني ما يسالش. سن خبير. هذاك علاش راهو فزتوا شيروس باش هما يحتفلوا راه. ان شاء الله حاجة. ان شاء الله حاجة نعرف نطيب وديجا وشوي. اسمع مازلنا ما نعرفوش النتيجة راه، وبعد شاف شو يقول. بتيت هما راهو زاد. قبيلة يقولوا الريحة ما أحلاها وهي ريحة سكر فاني. إيه سمعت شيف ديما ريحته باهية. عندكم غسيل تيجا نشوفوها مع بعضنا. عندنا غسيل روي ترونوف كل شيء موجود. حاضرين. يا بسم الله. ايه سلاد بطاطا والا بروشيت على سردين. لا لا الزوز. لا لا الزوز. الزوز شيف الزوزه. هكا ما فماش الا انا قص سلاد. دونك عندكم بروسكيت على سردين وعندكم سلاد دو بات اوتون. دونك يظل انتم مستنسين طيبوا مع بعضكم. خلطوا واقسموا. كان تحبوا كل واحد يغير. طيب مسالهم حاسين. خذ انت تحب السلطه ولا قصدك انا السلطه في سلطة دي بات وطون حكايه فارغه. باهي تو نشوفوا هذا الكل، اما هو تذكروا شنو باش طيبوا. تو باش نعطيكم كرونو 60 ثانيه باش تقضيوا فيها من الماركت شنو لازمكم. اوكي. وحدنا معنا شيف باش يعاون. باش تاخذوا انتم بونوس شيف ولا لا؟ هو اللي يقول لنا شنو. بيان سور غايب باش يعطيك الغسيت ويعاونكم. احنا جست نحب نعرف خاطر انا الاسامي هذه ما تستهونيش برشا. اما جست فسر لنا شنو هي البروجيت على السريع. كان تاخذ البونوس فسر لك. ناخذوا بونوس. اوكي شيف مرحبا شيف هادي شيف. والله شيف هاي. جست فسر لنا تو نقول لك في شيء نعطيك الباز. هيا عادي يا ترود بكري. هيا 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 باهي. هاي شو نعمل؟ فوالا. هذوما كل فيشاتي، ما تمثليش فيشاتي، عايش خويا ما تمثليش فيشاتي. باهي، باهي حاضرين عندكم 60 ثانية، وأنت شايف باش تعاونوا. خلي فاسكن. احنا باش نستعملوا رز الهبس. عطيهم روسيت قبل ولا يقضيوا قبل؟ لا تو يقضيوا بعد الغسيت. يا شيف باش نستعملوا رز الهبس ولا؟ بيان ايفيدامون. عرفت علاش؟ علاش؟ عندنا معاهم طرفة أنا والمدام. بالحق. في بالك احنا جهزنا برز الهبس. والماتريال اللي عندنا كل في الدار بالرسمي روز الهاوس، دونك اربع سنين لاباس عليه مازال جديد ما حب يفسد حتى شيء. حتى انا نستعمل من اربع سنين ما صار له حتى شيء كيما هو جديد. اما فما تكنيك انا ديما راني نحافظ على الماتريال نتاعي. ما نخليش ماتريالي في كوجينا، ديما تعارك انا ونورهان قلنا ما تخليليش ماتريالي غاديك. نهز ننظف كيف فما حاجات. صحيح تنظف وترجع باللوك. نعمل اونتروتيان باش ما يصير له حتى شيء. انا داوم معايا ديما الماتريال وحتى روز الهاوس كان معايا مزيان برشا. عندك افونتاج باش تعرف كيفاش تستعمل. لا خبير خبير خبير. اوكي دونك بي عندك 60 ثانيه. 1 2 3 توب كرونو. جيب لي بات اللي تحب عليهم باش تخدم بهم سلاد دو بات. اسمع سلاد دو بات وحده تلهي بها، والبروسكيتا تسحق طماطم بصل. لي بات معناها شنو؟ مقرونه حاجه شنو؟ اي خذ بات شام بات معناها باش تعمل سلاد دو بات. اوكي فما مقرونه هنا على اليسار. هز طن هز طماطم هز بصل. وين الطماطم؟ هاك طماطم. في الوقت وفين؟ يا صحيح صحيح. هز الطن بدر هز اللي تحب. هز بزيت خاطر عندك البروسكيتا تاكل طماطم. هز الشالوت معدنوس. هز معدنوس. هز معدنوس. بكر بروسكيتا. بانت كومباني. هز بانت كومباني. هز عظم. بانت كومباني عظم مايس. فيسا فيسا فيسا. عظم مايس بانت كومباني. وينو المايس؟ 18 ثانية. شوف الفريجيدير براند. وي جي شوف انا شنو تستحق. هز الزبدة بوغ لي بات. صحي تهز فروماج بلون. 9 8 استومات 7 8 8
اليوم ترود عملت فيا يا ترود واللي بترضى عليا بكره نهار عليك هاي خلينا نشوفوك ايش تعمل بفهمك ازمه لو تفهموا ازمه زي اللي طب ليش ما يتقبلش مش حاجه لازمه نعترض البان كومبلي مو باش نقصوا مع سلات لا باش تخلي موجود يعني نعترض 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 ترنا ساعه شنو هذه اوكي اجا نظموا توقع فيتنا او باش ينظموا زاده سكينه شايف باش تعمل لا لا عادي 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 ما دار مازلنا مازلنا هذوما تو يبدا الوقت مازال عندنا الوقت الكل تم مدوا كل شيء ما تيأسش مادام اسمعني اقسموا رواحكم شكون باش يقد لي بات شكون باش يقد البروسكيت تفسير صغير على البات شنو بالضبط باش نفهم كي نعطيك الروسيت هاي تو هو باش يعطيك الغسيت لا لا دو بات باش نعمل سلطه مقرونه معناها مقرونه تسمك سامحني بربي 30 سكوند كل واحد مع الرسيت تاعو بالكرتاج معناها سامحني شايف نسيم شنو قلت لي كل واحد شيخ 30 سكوند على الواحد على الرسيت نتاعو باش لانسي لهم زوز مع بعضهم واللي كبتي موافق كاكا اسكا كاكا زوز هما حاجه لا لا شو شو خاطر نحبكم انت ركز على السلطات طونا نتهانى بالسردين باش نقول لكم جوست خاطر باش ماهيش حاجه صعيبه خاطر المقرون سنابل فيه 3 مينوت بالرسمي كيفير غاتلقى كاو اما باش نعطيكم تو 30 ثانيه باش نسمعوا الغسيت مع عند الشيف 1 2 3 يلا لي بات تخدم تقص خضرتك صغيره الكل تقص جبن صغرون قص كل شيء صغير بازيليك وقصه صغرون حط لي بات حرك وطن من فوق جاك باه سي البروسكيت عندك تاخذ غريبان روسل هوبس تحط فيه لو بان كومبلي تدهنوا بشويه زيت وثوم تحطوا في في الغريبان روسل هوبس قص عليا ميساج بقص طماطمات صغيره قص بصل صغير قص طماط سيشي صغيره وبعديك باش تحطوا هذاك من فوق باش تحط السردين نتاعك من فوق هذيك هي البروسكيت يلا 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 دونك قضيتنا حاضره جبنا فرينه سنابل مازلنا ما بديناش سيبون راجعوا قضيتنا عندنا تن وسردين البدر عندنا فرين سنابل وعندنا مقرون سنابل وعندنا الخضره نتاع زوبه محلاه ريحه الاحبق نورمالمون مش شايفه باش نسحقوا شويه هريسه مع لا 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 ليش مش كما لا نقص الزبده يا شيخ نسيو نفاح لفاح ما قلتنيش يا شيخ فلفلك حلل ملح وفلفلك حلل سامبلي عندنا ملح للميم وفلفلك حلل ميم نجيبه لكم قبل نعترض سي بوكو نعترض نفسي عندك الاحبق فري دونك تو نا با بيزون على خاطر حسن راهو مثال باش نسامحوهم وفاح وينو طنبيرك نخمم في روحي باش ناكلش حاجه ماستر سهله باهي اوكي حاضرين نبداو لانسيو الخنوم تاعنا فسروا لك كيفاش يخدم هذا لحظه برك تو نخدموه 1 2 3 توب خنوم يلا معز نفس قصة جويد بكلها حول هنا معز بريسك نفس الظروف هكا وقتها وي طيب في سلام الظروف كما هكا وكتب بابا لي تقص لها بزيد خليك تحط شويه في المقرونه فهمت خدم للذوق تقص غادي خير معز في بالي هي باش تستعملها خاطر ما يسالش مع بعضكم من قبل مش مشكل حبك ودك نظيفه البلاصه نظيفه بياخذ سلاد جيم 16 دقيقه الوقت قاعد يجري مروه ناحيه التليفون
فكولا تليفون مرة. يجي بحذان يجي بحذان غني وشوي يجي. هاي نجيب أحد نسيم مال. يا نسيم الورد خبر لي الرشا لم يزدني الورد إلا عطشا. ما كنت كلامي لي زيت حطه من فوق كان تحب فما بش تحب. هاي نسيم شنو تحب الغني زي وتحطه فوق المقرونة زي بي. اسمع أول حاجة حط الماء يغلي رابو حط الوحدة مرمية الزاك كون الليل وصار الليل وحزاني يا لله ومهما يكون عذابي طول همي يزول يا لله انت الدنيا وكل الدنيا وما فيها خلي بعدكم العود نمشي نشوف الجماعة وين وصلوا مازال لكم للا نورهان وموسيو معز مازال لكم 13 دقيقة وعندكم حاجتين باش تطيبوا يا كهو 13 دقيقة 13 دقيقة فين معز يا خلطو ليه 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 سكرها نسيت ليه هاك لقطات سكيبتوا للشهر ما غليش الماء اه عندنا البويوغ ترى شنو هذا الشيء سخنت وهي ما مازال ما غليش ما عندكش دقيقه ولا حتى في فيزا 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 تو حسب فهمت معز اللي طيب في الدار اكثر ولا نورهان معز تبع اسمع هي قالت انا معز قال معز بتبيع معز اول العرس عاد يا ترودي هاي شنو كيفي ماشي الدنيا اخويا البدر سيبته للشهر اليوم يا ودي الدنيا طايره اكثر كيفي قداش مازال لهم مازال حتى شيء ها على قريكم انا تابش نحط الزيت هذايا زيت سردينة البدر البدر زيت زيت انا بروفيسيونيل شي عامل تري بون ما نحن زاماتور هكاك شنو هي اماتور انت فاتلك واحنا توا دار كبيره وقت الجد توا هاك دوب الليش هكا تخلي ما تحل الحكه باش نجم باش نستقطر الزيت بعد ولا لا بيان سور بالعكس هذاك هذاك الباس اوماتيز وي باس شوف انا راه عندي ستاج امين ستاج الوحش الغاز مش لا لا مش باين عليا شو ايديك وانت وش داري حتى تسقط الفلان هيك خلي حتى زيت تسيب لك الطماطم يسيب فهمت الفاسون تحط يا حبيبي معاك قرب شويه من عينيا يا ليل هاي معز تو معز سمعنا حاجه وكل منى عيني على الجمال عمري ما قلت الاه يا عيني يا ديلي يا ليل الله زيد الله يا فايزة ما تبقي عايزة تيم هاي فايزة فيش حتى عظم يغني من بعض زيد نسحقوا كعبة أخرى زيت البدر سردينة البدر الزيت متاع سردينة البدر يا عيني والله اسمع نورهان تخدم فم ساكت تك 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 مركزة نورهان خليهم كيفي كيفي بريس كيف ليزاماتور ليزاماتور يركزوا برشا بالنسبة بروفيسيونيل ما عادش قلقنا شاري الأصبر يا عليك أنت يا نورهان شاري الأصبر يا من اسمع شاري الأصبر
احمر لوك زيد ناس بغوا يولي احمر وانت ماشي يقول لك راه المليان المليان ما يقربعش ما يقربعش ولا كان على ذكر انت تقربع بابا راك برشا اينر هين طويكه ما يشتحش هو يزي بس اللي مش جايبه نورين هو نوع اخر تعجبنا هاك عندك هذاك كمل انا معاك فما البارميزان عندك كل شيء هو يكفي هذاك الشيء حطوا بيتيبو هذوما هذا تخدم هذه ولا سي بون جوست تحطهم وتخدمهم تمشي تمشي فيزا 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 مازال 10 دقائق رشيد انت ممكن تحط حط جاي حط لخ رصف انت واش عليك تو هب التوضا تخدم ديريكتومون سيكوريتي ايوه فوالا يا عين عليك الله 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 يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا جيك صوت يا بابا بام 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 دونك انت تخدم مع النون صاوب تخدم بالبازيليك بالحلق والله ما حليه ريحه الحلق بيان سور فاوحه فاش تدني انت غادي اسيم اسيم شيخ كيف نستحقوها اي سبع دقائق اي نعترض بكري ما تعترض سيدي مصور يا بابا ونجيك نزور اقعد خمس نعم الصغ يا بابا يا بابا حطه شويه قولي اي حطه حكي وبشي سام لو فرماج في البروسكيتا ولا لا لا ها طول في يا بابا تبغى حرك مقرون حرك يا بابا مش هي شو نسيم مش ماشي الامور يا ربي فما شوية يا ربي فما شوية شيروز بعد هسه طاولة نتاع رمضان بس في مروة ما وري نركز معك اليوم انا عادي يا ولدي خبير رقم واحد في التطيب وقلت اللي انت التاب يا ولدي مع الدجاج موثق كل شيء موثق بالفيديو يا ولدي عادي انا نمبر 1 شايف البروسكيتا انا كملنا تطلع حدا استنى في الترود كثر ملح نزلت لهم 6 دقائق تهنى توك به سي بون انا توا جوي باهي باش نقص شويه بازيليك على الفازات هكا نغسلو في وعاء باش نمنع بهم بريزونطاسيون تاعي زعيسا يا شباب ست بازيليك وبازيليا ضربه ليك وضربه ليا لا 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 اسمع مني يا بطل هوا عندك راس بصل ما نعرفش مانيش حاسس انا مش متفائل حتى نشوش ضيع لهم التركيز ما قيش انا مش متفائل راني انا مش تحب تحل معز اه يا طول حطنا شو تحس في الامور ورقه 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 شكون مش خبز مرقه ومبيلات زرقاء ميرسي
فيسا 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 لازمنا ناكلوا حاجه اليوم. 6 دقائق صبيه راني نضخت 5 دقائق وشوي. 5 دقائق وشوي. مروة والله فما شونس نعرسوا لك راهو يا مروة ينجح نعرسوا لك يا مروة مالا لازمك تحشمناش عاد لازمك تعلمنا خويا دخوا المزاهر يلا يا للبي تعالوا أيوة. جمع ووفى والله وسادة اللي قالوا دقوا المزاهر جاكا يا للبي تعالوا يا للبي تعالوا أيوة. بس جمع ووفى أيوة. والله وسادة اللي قالوا عين الحسود بيعود يا حلاوة خلطوا مع بعض ترجعوا انتم خلينا نشوفوا الفوضى ذي لا لا يزي مش اكسين انتم هو بازيليك بازيليك حتى سرق لهم حاجه نسي برافو عليك برافو نعمل كونترول شوف انا لسحق لها ملح لا حد شيء راهو شوف اجا تعلم اجا تعلم اجا زيت او فيل اجا الزيت مفوح اموره ست زيت اربع دقائق يا اخي مهز فيزا 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 اسمعني حل زيت حل طن زين بيه من الفوق شيف العظام اللي جبناه شنو باش نعملوا بيه؟ باش نغليه ونزينوا بيه المقرونه نغليه بيه شنو؟ مش تزين بيه من الفوق برافو مازلنا ما عندك العظم تزين بيه المقعد ميت لنحكاري انا ولفي شوي عاود تسود ورود ورود قد المكتوب خليها كامله بعد اخذوا الشام ربي صونا يا علنجامه سلب لي عقل حليل بين ولفي ابي 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 اللي نحكاري انا ولفي شوي براي فلاش حطني بريزونطاسيون زافي 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 هكا هاو فرفش فرفش تمام مروه الوقت 3 دقائق وشويه في زافي زافي هاي خارج خارج مخرونه تابت 3 دقائق هاي وينكم هاي يا مرفقين يا مرفقين وينكم وينكم هم باه باش نحط باز شويه زبده و ولا سي بون ديجا حطيت الزيت يولي برشا هاكا عندك الباز نتاعنا شايف مقرون سنين بالقضيه حطينا 3 دقائق حطيت شويه بازيليك مع غاديكا مازال عندك الوقت ما تعجبش اوكي هاكا من هنا ناخذ اي وخليك عبيت من الفوق زين باه اوكي برافو ابوستيس نسيت حاجه ما حطيتش الملح مثال مش مشكل عندك دابا حطيت فزدت صايي هاي الروح هاي ما كان مسحور قالوا بلاش ملح قالوا نسيم يتسبل صايي روح الملح هو راه كل شيء ليه طب حط في نسيم نسيم خليك باهي باش نعمل لك غنايه باهي نقول لك كل ملح ما يغيب على طعام نعمل لك غنايه الملح طاب على الطعام ليه جاوك باهي واش قاعد يعمل ملحوني قاعد ضر ايوه ركزوا ركزوا انت اللي يكسر قلبه ليا روح الله طبعا جهنم بيخسر مصير ويعوز بالله واللي يتحنجل على واحد يبقى ودي او نفسي من فوق زين يا نور هين وما عندي فيزا 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 عندي حق نروح لا انا خذ عندي الحق صايمين ها حضروا ولا حضروا عاون فيهم ليه ليه عاون فيهم حط ورقه وبرق انت عندك امل باش تربح عندي امل امل موجود عندي مروه عندك مروك هذاك اللي بيه الفايده عندي مروه صحيح ربح دقيقه 40 ثانيه اللي مالوش في الحب ونار لا قلبي ولا قد مراك ايه يروح اي سكان اي سكان اي سكان كبب عليه ويلا يا صارت كبب عليهم المي وشرك باهيه
ايوه يا شيف ايوه ايوه غرقه غرقه سردينه غرقه عندك واحد شاي واثنين ليمون وثلاثه حاجه سامحه يلا اش معنى معنى ربحونا لا ما نعرفوش عليه هو الشيف باش يقول باش المطعم والله ريستوران اش بيه ريستوران اقسم بالله اكثر واحد مخليني عندي امل شكون اتوصل لبرا استنى 60 ثانية بالضبط. ايه عندك غلطة ما حطش الفلفل هذايا. ها هاكا محطوطة هاكا. طماطم هذاك. نسيم قاعد يشبل والله. وين وصلت سلاد نورهان؟ سي بون جوست باش نزين نلقاها. اوكي فيسا 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 مازال 40 ثانية. مراوبة؟ لا لا ماهوش مراوب جاوبي. صحاب. حتى كان مراوب بنين. بابا رابا بابا يرا رابا بابا يرا لا 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 20 28 ثانية فقط فيسا 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 يلا بينا على طول على طول خلي ليلنا يطول يا ويلي يا عيني يا ويلي زيد الطن زيد الطن من فوق بدر نسير الطن بدر فيسا 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 شخ 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 ترمي فانتازيا حنا كيتاروني كيتاروك انت عنا مع تشيرو سريت خمسة ثواني باش ينتهي الوقت فيسا 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 اثنين واحد طيب نزيدك لفوق نزيدك عندك يعطيكم صحة قد نشوف في حاجة باهية برشا من غير ما نطول عليكم تعداو للديجوستاسيون وي شيف شنو رايك قبل ما تذوق قاموا بالواجب واكثر شوية من الواجب اوكي هما جاتهم حاجتين مش حاجة برشا نذكر السادة المشاهدين من غير ما نضيعوا الوقت خلينا نبداو نذوقوا انا برجولي فيك اوكي هنا هكا تحب تباني اقص اوكي أوبشن ذوق منها شيف شنو رايك شيف ما لقاش الكلام راه ذوق أوبشن ذوق مغادي يعني شيف واضحة سي رزنا لانسي تانا دريبيغاسيون وصلنا لآخر مرحلة في حصتنا اللي باش نعرفوا فيها الفايز والفايز باش يربح جائزة هي قفة رمضان باش نهديوها لجمعية أمل الشيف طول 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 من غير ما نضيع وقت شكون؟ معزنا تحية لقطات اللي بشي شيخه بال ديجا حبيت تعليم ليه والكيب الكل عجبهم على الاخر محليك نسيم في البوزيسيونات نتاعك ولا الفازات اللي تعمل فيها كيفاش اسمعني مش كل من عندك ذولي السلطه نتاع المقرون يعطيكم الصحه قوري السنه بالكارتاج ما تحبكمش ميرسي روحوا يجيكم فارغه ديما الخمم في الناس كلكمش ميرسي سنه بالكارتاج روحوا يجيكم فارغه حبنا ميرسي وكو سنه بالكارتاج ميرسي وكو اللي جيتوا معنا اليوم احلى الميسيون قداش خفيفه روحكم انتم عسل ما تنسى الرسالة وتبارك الطيب